حقل الريشة للغاز نتائجه مبشرة، هكذا طل رئيس الوزراء عمر الرزاز مبشرا الشعب الأردني، الشعب الذي حمل برنامج التصحيح الاقتصادي على ظهره منذ سنوات. فماذا كانت آراء المواطنون بهذه البشارة؟ والله أعتقد هي إبرة تبنيج للشعب، يعني يعيش على أمل، يعيش على مستقبل، بس أعتقد أنه ما فيش منه الحكي هذا. والله إن شاء الله إن شاء الله تأمل خير إن شاء الله. يكون في الأردن يعني ثروات زي هيك تنتعش الأردن. يا ريت إن شاء الله تكون كويس. خير للبلد، خير إلنا، خير للكل، يعني هي بس. والله إذا حكي صحيح معناته المسؤولين اللي قبله لازم يتحاسب، بس فقط لا غير. يعني والله إن شاء الله خير، يعني نتائج مبشرة بإذن الله. ولا لا تعتقد إيش إنه في صح من اللي بيحكوا كلياتهم، مش صح. هذا كله إعلام وكلام كله عاري عن الصحة. والله إن شاء الله خير، إحنا يعني دائما متفائلين، بس إنه إن شاء الله خير. هو أكيد في موضوع يعني من وراء هاي. الصحيح إنه خبر حلو، وإن شاء الله يطلع فيه بترول وبخدمنا إن شاء الله. والله إن شاء الله يكون في عنا بترول. هو إحنا سمعنا دائما نسمع إنه في عنا بترول، بس ما بنعرف ليش ما بيطلعوه. ما هي المشكلة، وليش ما طلعوه ما بنعرف. وجهة نظري ان الموضوع سياسة من اوله لاخره، يعني هو في جهاز من يعني من زمان، مش بالوقت الحالي، بس هو الموضوع سياسي. وكانت شركة البترول الوطنية قد اكدت ان النتائج الاولية تصل نحو 7 مليون قدم مكعب يوميا، ما يرفع الانتاج الى 16 مليون قدم مكعب باليوم. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.